أهلا بكم من جديد. محاولة جديدة للرئيس الأفغاني كارزاي لفتح أبواب طالبان الموصودة بوجه الحوار من أجل مصالحة وطنية، طرق على الأبواب بأصابع الجرغة هذه المرة، وما تعجز عنه السياسة قد يهون على يد زعماء القبائل والعشائر. رسالة طالبان إلى المجتمعين حادة وقوية، صواريخ ومحاولة اقتحام انتحارية تسد الطرق وتنسف أمال كارزاي بنجاح خطته. خيار أخير قبل انسحاب قوات الاحتلال، وفشله يضع البلاد أمام احتمالين: المصالحة أو الحرب الأهلية، فأيما أقرب إلى التحقيق؟ يواصل زعماء القبائل الأفغانية محادثاتهم في اجتماع جيرغا السلام المنعقد في كابول، والذي يهدف إلى صوغ خطة لإنهاء النزاع الحالي في البلاد من خلال التفاوض مع الزعماء وقادة من طالبان. يتم تحديدهم وتفويض الرئيس كارزاي بالتفاوض معهم لتحقيق ذلك. وكان الاجتماع قد تعرض لهجوم انتحاري من حركة طالبان كاد أن يودي به ويقطع الطريق على محاولات إيجاد تسوية سلمية، إلا أن الهجوم فشل واستمر الاجتماع في ظل تراجع الأمال بتحقيق تقدم كبير. الناطق باسم الجيركا صادق صديقي أوضح أن الوفود توزعت على 28 مجموعة لإجراء جلستين من المحادثات، تهدف كل منها إلى الخروج بأفكار على السبل التي يجب أن يتبع تبعها الرئيس كارزاي لإحلال السلام مع طالبان بعد نحو 9 سنوات من الحرب. وتتألف كل مجموعة من 20 إلى 40 عضوا يقدمون خلاصة أفكارهم إلى رئيس الجيركا المنتخب الرئيس السابق برهان الدين رباني قبل صدور الإعلان الختامي. نائب رئيس الجيركا قيام الدين كشاف وصف الاجتماع بأنه الخيار الأخير باعتبار أن زيادة عديد قوات الجيش وشرطة الأفغانية لم يخفف من حدة الحرب، والسبيل الوحيد لحل الوضع الحالي هو اجتماع الأمة للعثور على حل. ولكن تبقى العقدة في رفض طالبان الدخول في مفاوضات السلام قبل انسحاب القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والحلف الأطلسي، والبالغ عددها حاليا نحو 140 ألف جندي. مشاهدينا، عن هذا الاجتماع وأبعاده وتداعياته أرحب من كابول رئيس الدائرة القانونية في البرلمان الأفغاني السيد نصرت نظري، من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي الأفغاني السيد عبد الرؤوف فهروي. أرحب ضيفي. أبدأ معك سيد نظري، بداية، ما حظوظ نجاح خطة كارزاي لحشد دعم داخلي للمصالحة الوطنية التي يسعى إليها تحت سقف هذا الاجتماع وقبل الانسحاب الأمريكي المقرر خلال العام المقبل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هذه الجرقة كانت مهمة للغاية. أولها هي كانت من وعود السيد حامد كارزاي حين ألقى خطابا لشعبه ووعد بإجراء ودعوة هذه الجرقة حين حملة الانتخابية الماضية. وثانيا كما قال النائب رئيس الجرقة اليوم السيد مولوي قيام الدين كشاف بأن هذه الجرقة آخر الفرصة لكل أطراف المتخاصمة أو المعارضين للحكومة وغيرها، فلا بد أن ينتبه كل واحد، ووصلوا إلى النتيجة وألقوا خطابا نهائيا أو بيانا رسميا أصدروا كان داخل أكثر من 15 ماذا، ودعا حركة طالبان وحزب الإسلامي بقبول هذا الحوار وببدء هذا الحوار، وقاموا بتعيين ويريدون تعيين اللجنة الخاصة بهذه لبدء الحوار. وأيضا كان أهم النقاط في هذه الندوة هو مكان الآمن واللجوء إليها من قبل أطراف المتخاصمة أو المعارضة لتكون لديهم صيانة سياسية، وأكثر ما يمكن أن تكون هناك دولة المتحدة أو السعودية، وكما قاموا بنداء على خادم الحرمين الشريفين لقبول بدعوة هذا. وأهم شيء في هذه الجرقة كما تعرفون اليوم السيد مهندس حكمتيار أعلن موافقته ببدء الحوار
على طريقة التي تريده هو. وشيء في هذه مهم في هذه المبادرة وفي هذه الجرقة، كما تعرفون السيد حامد كرزي قبل 3 أيام حين خطابه للمجلس قال شيء واضح بأن عليكم أيها المعارضون أو المتخاصمون للحكومة أن تعرفوا بأن لا تعلو بعد هذا شرط خروج القوات التحالف من أفغانستان، وأن لا يقول قوات التحالف نحن لا نخرج حتى تضع المعارضين أسلحتهم، فهذا الشيء لا أرجو أن تبقى معي طبعا من قبل جهتين. نعم سيد نظري أرجو أن تبقى معي، سأعود إلى نقاط عدة من بين هذه النقطة، ولكن انضم إلينا الآن عبر الهاتف المتحدث باسم لويا جيرجا للسلم الأفغاني السيد جول آغا أحمدي. أرحب بك سيد أحمدي. يعني نائب رئيس الجيرجا قال بأن هذه الفرصة الأخيرة لمن يعني لحركة طالبان يعني التي أرسلت رسالة منذ بدء الاجتماع وبدء اجتماع الجيرجا، أم للرئيس كارزاي كما يقول الأفغانيون الذي يريد تعزيز مشروعيته من خلال هذا الاجتماع؟ هو نقل هذه الفرصة الأخيرة، بل هو قال هذه الفرصة القيمة للتصالح والمشورة وأيضا التفاوض بين الحكومة والمخالفين. فأنا أظن أن هذه الجلسة يستطيع أن يبدل الحالة السياسية إلى حالة جيدة وتأتي النصائح القيمة والصلحة الدائمة لأفغانستان وللشعب الأفغاني المسلم. طيب برأيك هل هذا هو الخيار، هذا الاجتماع للجيرجا هو الخيار الأخير أمام المعارضة الأفغانية وتحديدا حركة طالبان؟ لا لا، هو قال هذا الخيار يعني الأفغاني لأن جيرجا استطاعت أن تحل المشاكل الصعبة دائما في أفغانستان، وهذه هي من هذا النوع الفرصة يعني الجديدة للتفاوض الحكومة والمخالفين. هو كان قوله هكذا لأن هذه الفرصة الجديدة لنفتح الطريق التفاوض بين المخالفين وبين حكومة أفغانستان لتقوم بحل السلمي الدائم في أفغانستان. طيب سيد أحمدي، يعني هل يمكن الرهان على زعماء القبائل يعني المقربين من طالبان لإنجاح هذا الاتفاق أم لا يمكن الرهان على ذلك؟ والله هذا نحن نستطيع أن نقول أن هذا ليس كافي، كل الناس وكل الشعب الأفغاني هم يريدون الصلح والسلم والحل السلمي للقضية الأفغانية، فالأفغان دائما استطاعوا أن تحل المشاكل الصعبة بواسطة الجرجة وبواسطة التفاوض الجمعي وأيضا بالوفاق الجمعي